جد مدير حضاره وطنيه لبوعيه. اليوم قمنا بتدشين المسلك البحري المائي لمنطقة زيكوات بالحضارة الوطنية لكوريا، وهو الثالث مسلك بحري تم إنشاؤه على المستوى الوطني. مسلكين تم إنشاؤهم على مستوى الحضارة الوطنية، ومسلك ثالث على مستوى الحضارة الوطنية لطازة بدعم من المنظمة الدولية للمحافظة على البيئة والمديرية العامة للغرب، وهذا في إطار تطوير وتثمين السياحة البحرية. بن معمر حسنا شغل كوجيتو في الحضيرة الوطنية لبوريا. إذن الحضيرة الوطنية لبوريا استفادت من مشروع عالمي هو كوجيتو. هذا المشروع عبارة عن مبادرة من الصندوق الوطني للطبيعة VVF نور افريكان والVVF ميديترانيان، وذلك بالتنسيق مع مديرية الغابات، المديرية العامة للغابات. إذن الحضيرة الوطنية لبوريا قامت بتهيئة مسالك تحت الماء، يعني سي دي سونتي سو مارين. قامت بتهيئة مسلكين، الأول دشينا في سنة 2019 في منطقة بوليمان، وهذا المسلك الذي دشينا اليوم عبارة عن مسلك يسمى بمسلك زيكوات. إذا المسلك تحت الماء أو سونتي سو مارين هي أداة بيداغوجية وتعليمية وأيضا نشاط ترفيهي وسياحي. سونتي سوما هذا سي لو ميم برانسيب كيما سونتي بيدر تاع في الطبيعه في الغابه. الطفل بواسطه الماتيريال تاعو دونك لو توبا لو ماسك و لي بال دونك يفا اكسبلوري لو ميليو مارين، دونك يفا ديكوفغيغ الثروه الحيوانيه السمكيه والنباتيه الموجوده تحت الماء، وبذلك سيساهم في المحافظه على هذا الموروث الطبيعي الهائل.